بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في المحاضرة دي على الحالات اللي بنشوفها اللي عندها هايبرناتريميا، وهتكلم إن شاء الله بطريقة براكتيكال. لو أنا واقف قدام الحالة، إيه الأبروتش أو الطريقة اللي أنا ممكن أفكر بيها عشان أشخص سبب الهايبرناتريميا، وإيه الطريقة اللي أنا أو الستيب وايز أبروتش اللي ممكن أعالج بيه الحالة. بداية، زي ما إحنا عارفين طبعاً as an introduction، إن الصوديوم هو mainly an extracellular ion while the potassium is an intracellular ion. فmainly الصوديوم موجود extracellular، ومفروض يبقى له concentration ثابت بالنسبة لكمية المية الموجودة في extracellular space. Hypernatremia طبعا يعني السيرم صوديوم أعلى من النورمال رينج بتاعه، وفي relation زي ما احنا عارفين بين الصوديوم والأوزمولاريتي. يعني لو قلنا البلازما اوزمولاريتي كالكوليتد هنلاقيها بتساوي 2 في الصوديوم، وداخل في الايكويشن الجلوكوز واليوريا. فغالبا او دايما وجود هايبر ناتريميا هيؤدي الى ارتفاع الاوزمولاريتي، ولكن العكس ليس ضروري. يعني ممكن يبقى عندنا هايبر اوزمولاريتي without هايبر ناتريميا، ممكن يبقى مع هايبر ناتريميا، ممكن لا، لان ممكن يبقى سبب الاوزمولاريتي العاليه هو ارتفاع الجلوكوز او اليوريا، بصرف النظر عن قصة الجلوكوز واليوريا بيتحركوا ازاي وذين السيل. بس القصد ان مش شرط كل ارتفاع في الاوزمولاريتي يساوي ارتفاع في الصوديوم. انا همشي السيكونس بتاعي في خلال كيس عشان اوري من الكيس how to diagnose and how to treat. مبدئيا الكيس دي باختصار شديد معاها هايبرناتريميا، هو 47 سنة year old man مع هايبرناتريميا الصوديوم 168. البرزنتيشن بتاعه كان lethargy, disorientation and confusion. انا عايز اوصله من الكيس دي، انا هاخدها واحده واحده واقطعها واحده واحده. اللي عايز اوصله بدايه ان واضح ان الهايبرناتريميا بتيجي بسنترال او بتيجي بنيرفس مانيفيستيشنز. السؤال بقى ليه حاله الهايبرناتريميا تيجي بسنترال او بنيرفس نيورولوجيكال سيمبتومز؟ الموضوع بمنتهى البساطه ان احنا نورمالي ذيز بالانس بتوين ذا فلويد انتراسيلولر اند اكستراسيلولر بالنسبه للبرين. ولما بيحصل ان الصوديوم بيزيد في البلازما نتيجه الهايبرناتريميا، ده بيحصل شيفتنج للووتر from البرين سيلز لبرا، فده يؤدي لان البرين سيل سايز هيزار، فيعمل شرينكج للبرين سيلز، وده اللي هيعمل البريشر او السنترال نيرفس سيستم مانيفيستيشنز. الساينز سيمبتومز اوف هايبرناتريميا زيها زي الهايبوناتريميا بيعتمدوا على الديزيز حصل في صوره اكيوت او كرونيك، بيعتمدوا على الانست. لو العيان جايب اكيوت هايبرناتريميا غالبا البرزنتيشن بيبقى عنيف اكتر والاعراض اقوى زي اي اكيوت برزنتيشن بتاع اي ديزيز في جسمنا. لكن لو كرونيك هايبرناتريميا، يعني الهايبرناتريميا دي ديفلوبد على اكتر من يوم ليومين، نيورولوجيكال ساينز بتبقى اقل. يعني في الاكيوت هايبرناتريميا ممكن تبتدي من نوزيا وفومتنج ووصل لسيجرز وكوما، انما في الكرونيك هايبرناتريميا نتيجه الادابتيشن في البرين بيبتدي يبقى في ويكنس، نستاجمس، ديبريسد سنسوريوم، يعني ليس نيورولوجيكال مانيفيستيشن. اما يبقى قدامي حل هايبرناتريميا، خلاص احنا عرفنا البرزنتيشن بتاعها جه ازاي. انا لقيت عيان عندي الصوديوم بتاعه عالي، في كذا سؤال لازم ارد عليه عشان اشخص وعشان اعالج. السؤال الاولاني، هل الهايبرناتريميا اللي عند العيان دي بسبب انه فقد ميه ولا انه اكتسب ملح؟ يبقى الكوز اوف ذا هايبرناتريميا مينلي بيبقى بسبب ان انا حصل جين اوف صوديوم او لوس اوف ووتر. مش كده وبس، اما يحصل جين اوف صوديوم او لوس اوف ووتر، احنا كبني ادم طبيعيين بيبقى عندنا الديفنس ميكانيزم بتاعنا اللي هيخلينا نشرب. فبالتالي غير ان حصل جنريشن اوف هايبرناتريميا، اكيد العيان ده عنده سبب ان حصل مينتننس، ان هو مش احساس العطش عنده قليل، او هو مش قادر يشرب ميه عشان يحصل مينتننس للهايبرناتريميا. لان هو لو حصل هايبرناتريميا وانا شربت، خلاص الهايبرناتريميا صلحت، يبقى في جنريشن اند اللي قدامنا ده الابروتش الكلاسيكال التام بتاع الهايبرناتريميا اللي هو بيبقى مفسر على حسب الفوليوم ستيتس. انا هحاول اخليه مور براكتيكال شويه، ولكن هو في اسباب للهايبوفوليميك هايبرناتريميا، ان العيان الفوليوم بتاعه قليل، بلاد فوليوم بتاعه والاكسترا سيلر فوليوم قليل، في هايبرفوليميك هايبرناتريميا وفي ايوفوليميك هايبرناتريميا. مبدئيا من الحاجات اللي ممكن افرق بين الانواع دي هي اليورين صوديوم قد ايه. لو اليورين صوديوم اكتر من 20 وهايبوفوليميك ليها اسبابها، اقل من 20 وهايبوفوليميك ليها اسبابها، الى اخره. طيب
برضه عشان يبقى more practical الكلام ده نوعا ما أقرب للنظري أو لأن الواحد داخل يحل امتحان قاسي ينزل بالأبروتش ده زي ما هو. طب أنا عشان أشخص العيان نمرة واحد هبص العيان عنده orthostatic changes ولا لأ، يعني إيه؟ يعني عنده signs of postural hypotension ومعاه tachycardia وضغطه واطي ومعاه dry skin وفي history of fluid loss عشان أقول عنده orthostatic changes. الهايبرفوليميك هايبرناتريميا هلاقي العيان إديماتس. لو بصينا كده للأسباب اللي بتعمل جزء من الأورثوستاتيك تشينجز واللي بتعمل إديما كلها أصلا تبقى واضحة قدامي من غير ما أعمل أبروتش للهايبرناتريميا. يعني أنا عايز أوصل لإيه دلوقتي؟ إن أنا ممكن ما أكونش محتاج أعمل أبروتش للهايبرناتريميا وأقعد أدور وأعمل أبحاث وأقعد انفستيجيشنز يعني وأقعد أمشي في ستيب وايز أبروتش مع الهايبرناتريميا إلا لو السبب مش واضح. انما لو عندي عيان ماشي على لوب دايريتكس ما ممكن تبقى هي اللي بتعمل، هي بتعمل ممكن هايبر وهايبو الاثنين، هي بتعمل هايبوناتريميا لو العيان شرب ميه وممكن هايبر ناتريميا لو في فلويد لوس كتير. بوست اوبستراكتيف دايريسيس عيان كان عنده ستون او اوبستراكتد بلادر وركبت قسطره فجاب يورين كتير، فوميتنج دايريا فيستلا سويتنج بيرن، ما السبب واضح خلاص الهايبر ناتريميا. انا عارف عندي هيستوري ان العيان اخد سلاين انفيوجن، العيان بياخد صوديوم بايكربونيت، العيان بيعمل هايبرتونيك دايالسيس، فبالتالي جزء كبير جدا من الاسباب انا مش محتاج اعمل ابروتش ولا ابص اصلا العيان اديمتس ولا اورثوستاتيك تشينجز الى اخره. اوزموتيك دايوريسيس ده هلاقي العيان عنده هايبر جلايسيميا غالبا او العيان انا مديله مانيتول فبرضه هيبان من التحاليل بتاعت العيان وهيبان من الهيستوري. Salt water ingestion, primary hyperaldosteronism, Cushing syndrome, diabetes insipidus, الهايبودبسيا. هفرق بين الكلام ده ازاي؟ Salt water ingestion ده هيبان من الهيستوري ان العيان هيقول انه شرب ميه ملح كتير، تمام؟ ال primary بقى hyperaldosteronism والكوشنج سندروم هيبقى عندي كي في التحاليل بتاعتي للعيان ده عشان اشخصه. الهايبرناتريميا غالبا معاها هايبوكاليميا وميتابوليك الكالوزز وهايبرتنشن، فبالتالي برضو سهل ان انا اشخص العيان ده من غير ما يبقى فيه صعوبه في الابروتش. وزي ما قلت لحضراتكم الاوزموتيك دايريسيس غالبا البلاد جلوكوز ليفل وغالبا العيان هيبقى معاه بوليوريا. الدايابيتس انسيبيدس غالبا برضو العيان هيبقى معاه بوليوريا، وبالتالي انا عايز او هكمل الابروتش بتاعي عن طريق ان انا هتكلم على البوليوريا. يبقى انا عايز افصص الابروتش قدام حضراتكم. لو جينا بصينا على الكوزز كده كلها، يا كوز واضح قدامي العيان بياخد دايريتكس، العيان بوست اوبستراكتيف دايريسيس، فومتنج، دايريا، سويتنج، بيرنز الى اخره، يا العيان البلاد جلوكوز بتاعه ليفل عالي، فبالتالي في الاسسمنت بتاع الهايبر ناتريميا لازم اعمل بلاد جلوكوز ليفل عشان اديتكت اوزموتيك دايريسيس، لازم اعمل بوتاسيوم واي بي جي واشوف ضغطه. ان ممكن اشخص برايمري هايبر ادوستريزم وكوشنج سندروم من الهايبر ناتريميا هايبوكاليميا ميتابوليك اسيدوزيس يا دايابيتس انسيبيدس. فالدايابيتس انسيبيدس وحتى والاوزموتيك دايوريسيس وات ايفر ذا كوز اوف بوليوريا هو تكمله الابروتش بتاع الهايبرناتريميا. نرجع للعيان بتاعنا عشان اجاوب على اول سؤال، از بيشنت هايبرناتريميا ريليتد تو ووتر ديفيست اور ووتر اور جين اوف صوديوم؟ نبص كده على الاعراض بتاعت العيان. البلاد بريشر بتاعه 100 على 70، البلس بتاعه 100 ده وهو قاعد وهو اسف وهو نايم، ولما قعد البلاد بريشر قل والهارت ريت زاد، فده ماشي مع البوستر هايبوتنشن، فهو غالبا سبب من الاسباب اللي قدامي دي اللي هي اغلبها هيبقى واضح في الهيستوري او البلاد جلوكوز ليفل بتاعي. يبقى العيان ده عنده هايبرناتريميا ديو تو ووتر ديفيسيت راذر ذان صوديوم جين، لان العيان عنده اورثوستاتيك تشينج. جميل. عشان اكمل الابروتش بتاعي عشان اشخص الدايابيتس انسيبيدس من الاوزموتيك دايريسيس العلمي، بس عايز اوضح حاجه، اوزموتيك دايريسيس ممكن يبقى سببها ان البلاد جلوكوز ليفل عالي او حاجات تانيه زي ما هوضح دلوقتي. فانا دلوقتي تكمله الابروتش بتاع الهايبرناتريميا اي هاف تو ري اسس العيان عنده بوليوريا ولا لا، والعيان لو عنده بوليوريا همشي في بقيه الابروتش بتاعي عشان اعرف سبب البوليوريا. بوليوريا اولا طبعا اما العيان يجي يقول لك انا بعمل يورين كتير وعندي بوليوريا، لازم طبعا العيان يجمع 24 ساعه بول عشان اتاكد ان هو عنده بوليوريا فعلا، عشان بوك العيان يبقى الاستيميشن بتاعه مش مظبوط. طيب احنا لو هنعمل او هنعمل اسسمنت او ابروتش للبوليوريا، هيبقى اكتر من 3 لتر في اليوم. اول حاجه اعملها لازم اليورين اوزمولاريتي، وده تيست متاح على حسب، لو اليورين اوزمولاريتي اقل من 100 ولا اكتر من 300 ولا من 100 ل 300. لو اقل من 100 يبقى العيان ده عنده ووتر دايوريسيس،
لو اكتر من 300 يبقى عندها في سوليوتس كتير في جسمه، وهي دي اللي عامله الدايوريسيس. من 100 ل 300 يبقى ميكس، يعني نشوف. لو اقل من 100 غالبا العيان سايكوجينيك بوليديبسي، هو بيشرب ميه كتير وعشان كده بيجيب بول كتير، او دايابيتس انسيبيدس. لو العيان اليورين اوسمولاريتي من 100 ل 300 غالبا برضه بارتشال دايابيتس انسيبيدس، او العيان سي كي دي، وده هيبقى واضح عندي، او العيان بياخد ميه وملح مع بعض او اي سوليوت. والاخيره اكتر من 300 هي دي اللي بيبقى فيها اوزموتيك دايوريسيس، زي ما قلنا الهايبر جلايسيميا او هاي سوليوت انتيك. العيان، وفي عيانين كتير بقى اللي بيروحوا الجيم، والعيان اللي بتبقى ماشيين على بعض انواع الرجيم الى اخره، تلاقيه بياخد كميه انترنال انترال نيتريشن واكسوجينس سابلمنتس كبيره، وممكن تبقى سبب، هي سبب الهايبر ناتريميا والبوليوريا اللي عند العيان. او العيان بقى فيه بياخد انترفينوس فلويدز، دي هتبقى باينه قدامي. افرق ازاي؟ لما الاقي اليورين اوزمالتي اقل من 100 خلاص، او من 100 ل 300 خلاص، يبقى انا في حته مينلي السايكوجينيك بوليديبسي او الدايابيتس انسيبيدس، فهفرق بينهم بالووتر ديبريفيشن تيست. او لو العيان سي كي دي او سيمالتينيوس ووتر اند سوليد انتيك، ده هيبقى باين في الهيستوري وفي التحاليل. لو العيان معاه من 100 ل 300 او اكتر من 300، I have to do 24 hour urine collection عشان اعمل استيميشن لليورين اوزمولز، عشان استخدم ايكويشنز هقولها دلوقتي عشان افرق او اعرف هل السبب سوليد دايوريسيس ولا ميكس بوليوريا. يبقى لو عين ميكس بوليوريا، هعمل ووتر ديبريفيشن تيست وهعمل 24 اور يورين كوليكشن. لو اكتر من 300 هعمل 24 اور كوليكشن بس مش محتاج اعمل الووتر ديبريفيشن تيست، لان لو اليورين اوزمولتي اكتر من 300، الدايابيتس انسيبيدس والسايكوجينيك بوليديبسي ار اكسكلود. ووتر ديبريفيشن تيست مش هطول فيه، هو معروف ببساطه شديده ان العيان بنعمل له ريستريكشن للفلويد لغايه ما افقد حوالي 3-5%، مش هخش، وبياخد ADH 5 سبكتينيسلي بطريقه معينه. انا مش هخش في تفاصيل التست نفسه، على قد ما عايز انبه ان هو ما يتعملش غير في مكان عنده اكسبيرينس ليه، او مكان المونيتورنج فيه عالي. ولازم العيان يبقى له تشارت زي اللي قدام حضراتكم او مختلف عنها، بس العيان لازم يبقى اسيسد كل ساعه، وزنه واليورين فوليوم والسيرم اوزمولاليتي واليورين اوزمولاليتي، مش كده وبس، والبلاد بريشر والهارت ريت. العيان ممكن التست ده يبقى مؤذي ليه، وممكن يؤدي الى الوفاه، خصوصا لو احنا اكتشفنا العيان ابتدى يحصل عنده هيموداينامك انستابيليتي نتيجه الديهايدريشن العنيفه اللي احنا ندخله فيها، خصوصا لو العيان ده اولد ايج. ايه النورمال ريسبونس بتاعتي؟ برضو كلام بسيط ومعروف وموجود في الكتب كلها. النورمال المفروض اليورين اوزمولاليتي تبقى اكتر من 300، السيروم فازوبريسين يبقى اكتر من 2، ومفيش انكريز في اليورين اوزمولاليتي لما ادي العيان فازوبريسين بعد نهايه الفتره بتاعت التست. والى اخره كومبليت سنترال دايابيتس، البيتشر سنترال دايابيتس، النفروجينيك والبرايمري بوليديبسيا. الارقام موجوده ومعروفه ومحفوظه، كلنا عارفين الجدول ده بتفاصيله. النقطه هنا بقى، افرض انا العيان بتاعي ما عرفتش اعمل له الووتر ديبريفيشن تيست لسبب ان هو تعب مني وانا بعمل ووتر ديبريفيشن تيست، وضغوطه وقعت والهارت ريت بتاعه باظ. هو الحقيقه في حاجه تانية ممكن اشخص بيها، ممكن تكون مش افيلبل، ولكن هو الهوب التاني اللي موجود لو انا مش هعرف اعمل ووتر ديبريفيشن تيست، وهو الكوبيبت. الكوبيبتين هو عباره عن امينو اسيد بيبتايد جاي من جزء من البري برو فازوبريس، جاي من البري برو فازوبريس، ده البرو هرمون اوف الفازوبريسن. ولما نقيس الليفل اوف الكوبيبتين بيرفلكت بطريقه او باخرى الليفل البرو اوف البري برو فازوبريسن، واللي هيرفلكت بطريقه برضو غير مباشره الليفل اوف الاي دي اتش هرمون. وليه الابروتش بتاعه على حسب المستوى بتاع الكوبيبتين، لو اقل من الرقم ده يبقى ده كومبليت سنترال دايابيتس انسيبيدس، لو اكتر يبقى نيفروجينيك، ولو وذين التو رينجز دول بيعملوا حاجه اسمها ستيميليتد كوبيبتين تيست، وعلى حسب الليفل بتاعه بقرر هو بارتشال سنترال دايابيتس انسيبيدس ولا برايمري بوليديبسي. يبقى انا دلوقتي عرفت الووتر ديبريفيشن تيست هيفسر لي بين اربع حاجات: نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، بارتشال سنترال او كومبليت سنترال دايابيتس انسيبيدس، والسايكوجينيك بوليديبسي. يجي بقى للجزء الثاني من الابروتش بتاع البوليوريا، وهو ان انا اعمل 24 اور يورينري كوليكشن عشان اشوف الاسمولز. الهدف الاساسي من الموضوع ده ان انا اتاكد هل العيان عنده هاي سوليوت ليفل في البلاد ولا. طبعا لو عيان هايبر جلايسيميك خلاص انا مش محتاج
ادور. ولكن الفكره كلها لو العيان بياخد اكسوجينس سبلمنتس الى اخره دي بتبقى حاجه غريبه. طيب احنا هنجمع اليورين اوزمولز وهقيس بيهم اليورين اوزمولاريتي، دول هيطلعوا لي اليورين اوزمولاريتي، واضرب في اليورين فوليوم اللي جابه العيان في نفس اليوم. يبقى انا هجيب اليورين اوزمولز واجيب بيهم اليورين اوزمولاريتي واضرب في اليورين فوليوم بتاع العيان. لو العيان اليورين فوليوم بتاعه اكتر، اسف، الرقمين دول طلعوا في بعض اكتر من 900 مللي اوزمول بير داي، يبقى العيان ده بياخد اكسوجينس سبلمنتس او فيدنج او نيتريشن او هايبر جلايسيميك، عنده سوليوت دايريس، عنده سوليوت عالي في البلاد، هو ده اللي عامل البوليوريا وعامل الهايبر نتريميا. يبقى احنا هنحسبها ازاي؟ دي كيس كانت منشوره في امريكان جورنال اوف كيدني ديزيز، كانت ست جايه بهايبر نتريميا وبوليوريا ومش عارفين السبب. اما مشوا على الابروتش اللي انا عرضته على حضراتكم، حسبوا لها اليورين اوزمولاليتي، لو اليورين اوزمولاليتي 209 في كميه البول اللي بتجيبها في اليوم، 209 في كانت بتجيب 7 8 من 10 لتر، طلع الديلي اكسكريشن اوف يورين سوليوتس 1630 اوزمول. لما رجعوا للهيستوري بتاعت الست دي لقوا ان هي بتاخد هاي بروتين دايت وبعض السبلمنتس اللي ريليتد للدايت بتاعها، كانت هي سبب البوليوريا والهايبر ناتريميا اللي هو في الابروتش بتاعي كان الدايجنوز بتاعها يعني. جميل. السؤال التاني اللي انا هرد عليه، يبقى انا سالت سؤال اولاني، هل العيان ده عنده بوستر هايبوتنشن ولا عنده، عايز ارد على السؤال بتاع هل العيان ده عنده الصوديوم عالي بسبب صوديوم جين ولا ووتر لوس، ومنها طلعت الابروتش بتاعي اللي اغلب الكوز بتاعته كانت واضحه الا لو انا احتجت ادور على البوليوريا وعرفت الابروتش بتاع. السؤال اللي بعده، عايز اعالج العيان ده، اعالجه ازاي؟ اول حاجه لازم اعمل كالكوليشن للووتر ديفيسيت فروم سيروم صوديوم اوف 140، يعني عايز احسب الليفل بتاعي الكوريكشن بتاعي على 140، العيان ده فاقد 100 قد ايه. طيب ده هيخليني اخش في التريتمنت ازاي؟ اولا عايز اشوف الاماونت العيان فاقدها، ووتر ديفيسيت عنده قد ايه. نمره 2 هعمله ريبليسمنت بانهي نوع من انواع الووتر او الفلويد بمعنى صح. نمره 3 هديله فلويد بريت قد ايه. نبتدي بالاماونت. الووتر ديفيسيت اللي انا قلت لحضراتكم اللي احنا عايزين نحسبها على ديزايرد صوديوم 140 ليها ايكويشن. العيان بحسب له التوتال بادي ووتر الاصلي بتاعه اللي هو المعروف على وزنه القديم، وعلى الاكتوال صوديوم اللي انا قايسه دلوقتي على الديزايرد صوديوم اللي انا عايزه اللي هو 140 ماينس 1. نرجع للايكويشن بتاعتنا. الايكويشن بتاعتنا بتقول ايه؟ الايكويشن بتاعتنا بتقول ان او العيان ده الويت بتاعه قبل كده المعروف 70 كيلو جرام، الاكتوال صوديوم بتاعه 168 والديزايرد احنا قلنا 140. فلما هنعمله الايكويشن هنا يطلع العيان ده عنده ديفيسيت ناقص ميه قد ايه؟ ناقص 8.4 من 10 لتر. ولكن ناخد بالنا ان انا وانا بعمل له ريبليسمنت العيان ده اكيد بيفقد فلويد اللي هو الووتر لوس العادي بتاعه خلال حياته اليوميه. يعني ما تنساش ان في سويتنج وستول ووتر لوس اللي هو حوالي بيبقى من 30 ل 40 مللي في الساعه، ولو هو بيجيب يورينري لوسز او جي اي تي لوسز برضه دي تعتبر عن طريق الستول، ده رافلي حوالي 50 مللي في الساعه. فانا لازم احط دول وذين الكالكوليشن بتاعي مع الرقم اللي انا طلعته بتاع الووتر ديفيسيت. طب انا دلوقتي عرفت تقريبا العيان ده محتاج فلويد قد ايه. السؤال اللي بعده، ايه التشويس اوف فلويد ادمنستريشن؟ هختار ايه؟ هختار ميه عاديه هديله صوديوم كلورايد كونسنتريشن مختلفه ولا هديله ديكستروز؟ الحقيقه ده بيعتمد على الفوليوم ستيتس بتاع العيان. لو العيان هايبوفوليميك الاول I have to correct the volume deficit لانها ممكن تبقى dangerous على العيان. هديله ايه؟ هديله ايزوتونيك سلاين. تمام؟ امتى؟ خد بالك دي في انهي حالات؟ لو العيان عنده circulatory dysfunction، العيان هيموت من الفوليوم ديفيسيت، ضغط واطي العيان شوكت لغايه اما الهايبوفوليميا تبقى امبروف. طيب بعد كده اصلح بقى الووتر ديفيسيت. يبقى انا الاول هديله ايزوتونيك سلاين عشان كوريكت الهايبوفوليميا لو العيان في حاله خطره، وبعد كده انا هحسب الووتر ديفيسيت زي ما حسبناه وهديله هاف سلاين او 5% دكستروز او اورال ووتر مش هتفرق. لو العيان ايه فوليميك برضه هبتدي على طول بقى بالكوركشن، هكالكوليت الووتر ديفيسيت وهدي السلاين الهاف نورمال او الدكستروز او الاورال ووتر. لو العيان هايبر فوليميك هي هنا القصه او هنا المشكله. نمره واحد حسبت الووتر ديفيسيت هنا هعوضه بس بدكستروز. نمره اثنين اي هاف تو جيف فروسامايد عشان to remove excess sodium، لازم الاثنين يبقوا مع بعض، يبقى I have to correct water deficit مع I have to give furosemide عشان
الهايبر فوليميا عشان ما ادخلش العيان في اوفرلود. نرجع للعيان بتاعنا، العيان بتاعنا كان هايبر فوليميا زي ما احنا قلنا، فالعيان ده يفضل وضغطه يعتبر مش شوكد بس ضغطه واطي قوي، ممكن الاول ادي شويه ازوتونيك سلاين اصلح الفوليوم ستيتس بتاعته، وبعدين ابتدي اعمل كوركشن للهايبرناتريميا باي نوع من انواع الفلويدز اللي احنا قلنا عليها. السؤال الرابع اللي انا محتاج ارد عليه وهو الاستيميشن عشان الريت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عرفت العيان ده ناقصه 8 لتر ميه او 9 لتر ميه او 10 لتر ميه، ونقيت نوع الفلويد اللي انا هديه له، قررت هدي ديكستروز ولا هدي هاف نورمال ولا اورال، هديله الفلويد اللي ناقصه ده بريت قد ايه؟ هل هديله الفلويد اللي فاضله ده في ساعه في ساعتين في ثلاثه في 10؟ فبالتالي انا لازم ابقى عارف هصلح بريت قد ايه. عشان ارد على نفسي انا هصلح بريت قد ايه، لازم اعمل استيميشن لكل لتر من الفلويد اللي انا اخترته لو اديته للعيان هيقلل الصوديوم بتاعه قد ايه. يعني زي مثلا انا اخترت ان انا هدي هاف نورمال سلاين، جميل، وانا عارف ان العيان ده مثلا محتاج 9 لتر، جميل. طب انا عايز اعمل استيميشن دلوقتي لو كل لتر من الهاف نورمال سلاين اديته للعيان ده الصوديوم بتاعه هيقل قد ايه، يبقى انا محتاج اشوف الريت بتاعي عشان ما صلحش الهايبرناتريميا بسرعه، لان انا لو صلحت الهايبرناتريميا بسرعه ده ممكن يعمل برين ديسفانكشن. طيب ايه الريت المطلوب مني قبل ما اقول الايكويشن اللي هستخدمها عشان اعرف كل لتر فلويد هياثر على الصوديوم قد ايه؟ نمره واحد، اكيوت هايبوناتريميا ممكن اعمل كوركشن 1 مللي ايكويفالنت بير اور، يعني الصوديوم يقل 1 مللي ايكويفالنت بير اور. لما لو كرونيك هايبرناتريميا عشان البرين ابتدى يعمل ادابتيشن لازم ابقى ابطا او احن شويه على الموضوع، ف ذا ريت اوف كوركشن هيبقى من 6 ل 8 مللي ايكويفالنت بير لتر في 24 ساعه، والفور كوركشن على يومين لثلاثه. ليه 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 انا محتاج ابقى بطيء؟ ليه انا محتاج ابقى بطيء في الكرونيك ستيتس؟ لان انا العيان طالما هو عنده كرونيك هايبرناتريميا جسمه من نفسه بيحاول يعمل ادابتيشن للموضوع، يعني جسمه عايز يصلح المشكله اللي عنده. البرين لما بيحصل له المشكله دي وتسحب منه الميه، البرين عايز يرجع الميه تاني، فالبرين بيميديت ريسبونس بيزود الانتراسيلر الكترولايت عن طريق مالتيبل بامبس على البرين ميمبرين، تمام، وليت ليتر في خلال برضه 24 ساعه بيبتدي يزود بقى الاورجانيك سوليوتس زي الانوسيتول والجلوتامين والجلوتاميت، الحاجات دي كلها البرين بيعمل بيها ادابتيشن. فطالما البرين عمل ادابتيشن والادابتيشن بتاع البرين بيبقى سلولي، لازم الكوركشن بتاعي يبقى سلولي عشان الموضوع ما يتقلبش بالعكس. انا فهمت دلوقتي ايه فكره ان انا اعمل سلو او رابيد كوركشن، وعرفت ريت اوف كوركشن في الاكيوت اوف كرونيك هايبرناتريميا قد ايه. بعد كده محتاج استخدم ايه؟ استخدم الايكويشن اللي قدامي ده. السيرم صوديوم بتاع العيان بحطه هنا على التوتال بودي ووتر، والانفيوزيت صوديوم يعني شوف انت استخدمت ايه من المحاليل دي وشوف الصوديوم فيه قد ايه، تمام، في اللتر هتحطه في الايكويشن، هتعوض في الايكويشن هيطلع لك كل لتر من الفلويد اللي انت هتديه هيغير الصوديوم قد ايه، ومن هتقدر توزع الفلويد بتاعك على مدار اليوم. يعني تعال نفترض ان انا استخدمت صوديوم كلورايد مثلا، يبقى الانفيوزيت بتاعه 154 زي في الحاله بتاعتي دي. فلو جينا حسبناها كده العيان ده الصوديوم كلورايد، لان انا قلت انا هعوض بصوديوم كلورايد الاول عشان هو هايبوتنسيف، العيان ده الانفيوزيت صوديوم 154 والصوديوم بتاعه 168 على 44 على 42 اللي هو توتال بودي ووتر بلس 1، يبقى العيان ده كل لتر من الصوديوم كلورايد هيقلل الصوديوم بتاعه ب 0.33 مللي ايكويفالنت. خلاص انا عرفت اللتر هيقلل كام، وانا عارف هو محتاج كام لتر، وانا عارف المفروض اصلح في الساعه قد ايه، فبالتالي اقدر اوزع الفلويد بتاعي على مدار اليوم والعيان ما يحصلوش رابيد كوركشن لو هو كرونيك، ولو اكيوت نوعا ما بيبقى موضوع ابسط شويه وما فيش ليميتيشنز. نقطه مهمه ان كل الكالكوليشنز اللي احنا بنقولها بيزد على سيفرال اسامبشنز، والايكويشنز دي مش اكيوريت 100%. الكلام ده مش في الهايبرناتريميا بس، في اغلب الايكويشنز بتاعتنا في النفرولوجي. فبالتالي لابد واحنا بنعالج الهايبرناتريميا لازم اعمل الصوديوم كذا مره بتاع العيان، يعني ممكن نقول في الاول كل ساعتين وبعدين كل اربع ساعات، عشان ممكن تبقى انت حاسب حسبه تلاقي نفسك لا محتاج كوركشن اكتر او محتاج كوركشن اقل على حسب الريسبونس بتاع العيان. يبقى زي ما قلنا evaluation and follow up to assure an appropriate rate of correction plasma sodium should be measured frequently، وزي ما قلت لحضراتكم في الاول لازم اقيس كل ساعتين وبعد كده less frequent كل اربع الى ست ساعات.
اتمنى ان انا ابقى حطيت الموضوع بطريقه براكتيكال واضحه ومفيده ان شاء الله باذن الله لحضراتكم وليا، والى لقاء اخر ان شاء الله، وشكرا.